اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى. إن تشأ ترغم عدوا حاسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحلقة الثالثة من عرض النظرية النقدية في عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية. كنا تحدثنا في أول حلقتين عن مجموعة من العناوين، وصلنا لعنوان وقفنا عنده اللي هنبدأ به حلقة النهاردة، وهو مهمة النظرية النقدية كنظرية تحريرية، مش مجرد ان هي نظرية تقليدية كما ذكرنا في الحلقة الماضية. في هذا الأمر مسألة النظرية النقدية كنظرية تحريرية تحرر البشر والإنسانية كلها ولا تهدف فقط إلى التحرير السياسي، هي بيتحدث الكاتب هنا عن أن النظريات التقليدية قائمة على ركنين، وهو اللي احنا اتكلمنا عنهم الوضعية والشرعنة الوضع القائم أو الوضع السياسي الموجود على المستوى العالمي. إنما النظرية النقدية بتقوم على فكرتين، وهو التأويل والنقد الأيديولوجي. أنا مش مجرد أن أنا بعمل نقد لأفعال سياسية فقط، لا، أنا بعمل نقد عميق على المستوى الأيديولوجي للأيديولوجيات اللي موجودة في الوضع الراهن وفي المستوى العالمي. فهو بيقول التأويل، هنتحدث عن هذه الأداة بعد كده، والنقد الأيديولوجي دول الركنين بتوع النظرية النقدية. هيتحدث على أن النظرية النقدية هي بتعمل نقد مجتمعي مكمل لنقد أو عمل سياسي بيسعى للتغيير، ومن هذا النقد المجتمعي والعمل السياسي الذي يدعو للتغيير بينتج التغيير المجتمعي المطلوب اللي هو الهدف الرئيسي. وهنا النظرية النقدية لا تتحدث عن فرضية بيعتبروها فرضية النظريات التقليدية، وهي أن الأوضاع الاجتماعية أو الأوضاع السياسية هي أوضاع قائمة يصعب تغييرها حتى على المستوى الدولي بشكل عام. إن ما ينفعش أقول إن الميكانيكية أو الآلية التي تعمل بها الدول إن هذه الآليات مختصة بعصر معين، لا، دي آليات أبدية موجودة للأبد، وده اللي احنا تحدثنا عنه قبل كده في النظريات الواقعية تحديدا، وتحدثنا عنه في النظريات الليبرالية. وكانت النظرية الليبرالية أقل من النظرية الواقعية في شرعنة الواقع، إلا أنها تنتمي إلى نفس المستوى أو نفس الإطار من النظريات. هنا النظرية النقدية هي إطار مختلف تماما عن هذا، هي بتتحدى الفرضية القائلة بأنه لا يمكن أن تتغير الأسس التي تقوم عليها السياسة الدولية. هي بتشكك في هذه الأسس، كما ذكرنا أنها تشكك في الأنتولوجيا والإبستيمولوجيا، المعارف التي عرفناها عن هذه السياسة الدولية. كمان هي لا تتوقف النظرية النقدية عند نقد الإطار السياسي أو الهيكل الاجتماعي أو السياسي فقط، إنما تتحدث عن ما وراء الدولة، هي تتحدث عن الإنسان وترغب في تحرير الإنسانية كلها. هيتكلم الكاتب برضو عن مسألة إن هذه النظرية لما تيجي تشوف الجذور بتاعتها هتوصل لكانت وكارل ماركس، وهي نظريات تنويرية، نظرية بتتحدث على إن الإنسان ما ينفعش نتكلم على إن الماضي يفضل إنسان عايش فيه، أو إن كان فيه يوتوبيا في الماضي، أو كان فيه صورة أحسن في الماضي. لا، الإنسان بيسعى للتحرر الدائم عن طريق التخلص من كافة القيود اللي هو عايش فيها، وإنه بيكسر القيود دي، القيود المجتمعية اللي بتمنع المجتمعات سواء المجتمعات التقليدية أو المجتمعات السياسية بشكل عام إنها تتحرر، وإن الإنسان يعمل اللي هو عايزه، ويقدر مدام ما بيأذيش الآخرين يقدر يعمل كل حاجة هو عايزها. هي النظرية النقدية بتعتبر نفسها إن هي من هذا الشكل نوع من أنواع النظريات التنويرية، والحيبان دوت بصورة واضحة كما ذكر الكاتب في كتابات لينك ليتر، اللي هيكون واضح جدا إن هو بيدور حوالين محورين، محور كانت ومحور كارل ماركس. المحورين دول بيشتركوا في ان هم عايزين مجتمع عالمي متحرر، مش مجرد مجتمع ضيق او مجتمعات قومية، لا، هم عايزين فكر انساني او مجتمع دولة عالمية لو امكن ان هي تتعمل، ويكون هذا المجتمع الانساني المتحرر المتنور يقدر يوصل لكل حاجة لها علاقة بالحرية، ويوصل لاقصى صورة من الابداع والعدالة. المسألة هنا
هتلزم كما اعتقدت فرضية التنوير، وخاصة الفرضية بتاعة النقدية، ان مسألة التحرر عملية لا نهائية. يعني النقد بالتالي هيكون نقد لا نهائي للأيديولوجيات الموجودة ومسيطرة على الواقع. عشان كده هتلاقي في النظرية النقدية ان الناس ممكن تلاقي واحد بيستمر النقد ويكون اسهل له، لان هذه النظرية بتربي او تنشئ اللي بيتشربها على مسألة نقد الواقع واستخدام الأداة التحليلية الممتلئة بالتأويل لنقد كافة الأيديولوجيات. قلنا هذه الأيديولوجيات سواء كانت ماركسية، ليبرالية، إسلامية، أيا كانت الرؤى أو الدوغمائية التي ترى في صورة سياسية معينة أن هذه الصورة هي التي حققت أعلى صورة من العدالة أو أعلى شكل من العدالة والنظام والإحسان للبشر، هذا خطأ. لا يوجد صورة معينة تحقق بذاتها هذا الشكل. فإحنا لما نستمر في النقد دايما حنصل لصورة أحسن، ثم هذه الصورة أحسن كأننا بنعمل ديالكتيك، أنا شغال عمال أنقد عشان أطلع الأحسن ثم أنقد عشان أطلع الأحسن، ما عملش شرعنا أبدا للوضع القائم. فهي دي معنى استخدام التأويل أو أداة النقد الأيديولوجي لكافة الأيديولوجيا الموجودة على أرض الواقع. هنا بعد كده هيتحدث في العنوان التالي، وهو إعادة التفكير في المجتمع السياسي بشكل عام. هتحدث هنا ان النظرية دي الاصل بتاعها نظرية ماركسية وقائمة على الافكار اللي انت تتكلم لما تيجي تشوفها، الافكار اللي قدمها كارل ماركس بصورة خاصة في مسألة الاهتمام بكيفية بناء الطبقات وكيفية وجود عدم مساواة في المجتمعات. هو النظرية هتهتم جدا بثلاث مراحل او ثلاث ابعاد من ظاهرة السياسة الدولية. الظاهرة الأولى كيف تتولد عدم المساواة في المجتمعات السياسية في إطار الدولة، الدولة ذات السيادة بشكل خاص، كيف تتولد السيطرة، إزاي في طبقة أو نخبة سواء أو صفوة بتتحكم في الباقي، في كافة البروليتاريا أو العمالة أو الزراعة أو باقي الشعب، إزاي هذه الطبقة بتسيطر على الآخرين. فده أول سؤال، وده بعد قيمي، بعد فلسفي. الجزء الفلسفي من هذه النظرية، النظرية النقدية، بيهتم جدا بهذا الأمر، وبيهتم بإيضاح كيف تولدت أشكال السيطرة، كيف تولدت الطبقات، كيف تولدت عدم المساواة في إطار الدولة ذات السيادة. الجزء الثاني بيهتم بإنتاج نظرية اجتماعية للمجتمع الدولي أو النظام الدولي. أنا عايز أحط المجتمع الدولي دوت أفسره في إطار نظرية اجتماعية واضحة، ما يكونش مجرد تفسيرات قائمة زي الواقعية على مفهوم القوة ومفاهيم بيعتبروها البعض مجردة. لا، أنا عايز أحطها، لا مش مفاهيم مجردة، مفاهيم اجتماعية، فهي مفاهيم ممكن تغييرها بالتالي. والجزء الثالث وهو كيفية ان انا اطلع بديل لهذه الانظمة ولهذا الصورة اللي موجودة في الواقع المعاصر، فانا بحاول اطلع بديل للدولة ذات السيادة. عشان كده هذا البديل لابد ان يتميز بانه يكون بديل تحرري. بيتحدث عن كوزموبوليتان، لو انا اقدر اعمل كوزموبوليتانية يعني اجتماع عالمي، مفهوم عالمي، كأن امبراطورية عالمية او دولة عالمية بتجمع الانسانية كلها مع بعضها. عشان كده يمكن احنا بنلاقي في الكتابات بتاعة النقديين واضح جدا المفاهيم ديت، وخاصة مفهوم نقد الدولة الحديثة، ودي موجودة ظهرت في الاسلاميين وانتشرت خلال العقدين الأخيرين بجهود طبعا زي ما قلت لكم دايما المعرب النظرية النقدية في العالم العربي دكتور عبد الوهاب مسيري، كان استجلاب نقد الدولة الحديثة أو الدولة هو يسميها الدولة الحديثة، هي الدولة ذات السيادة ودولة ويستفاليا اللي بدأت من 1648. هتلاقي نقد جامد لهذا الدولة وهذا النموذج من الدولة. هذا النقد وإن كان تمت أسلمته، لكن في الحقيقة أن في جزء من النقد كبير أو الأسس بتاعته هي أسس نقدية ماركسية في الأول وفي الأخير. لا يعني هذا أنها صحيحة أو خاطئة، أنا مش بناقش هنا صحتها أو خطأها، لكن بناقش أو بقول هي جاية منين. الفكرة دي دخلت في المجالات الكتابة الإسلامية بصورة واضحة منين، غير مثلا هتلاقي مفهوم الدين العلماني اللي أنا تحدثت عنه في كتاب هلال السيادة. هذا المفهوم لم يستجلب من الغرب،
يعني فكرة ان البعض او الاسلاميين او تحدثوا عن مسألة علمانية الدولة وان هذه العلمانية هي دين بديل للدين الاسلامي، هذه الفكرة ليست مستجلبة من الغرب ولا الغرب استجلبها من المسلمين. هم الغرب من منتصف القرن التاسع عشر كان بدأ يظهر توجه اجتماعي وإن كان بسيط لم يكن كبيرا يعني، لكن الفكرة أن كان في توجه فعلا أن هذه الأديان علمانية، أن الحديث عن الاشتراكية أو الحديث عن الليبرالية هذه أديان علمانية بديلة عن الأديان التقليدية التي كانت موجودة أو الأديان الإلهية. الجزء دوت الغرب حين تحدث عن دين علماني له مفاهيم خاصة ومعنى خاص، وإن كان قد وافق الأركان الرئيسية التي تحدث فيها الإسلاميون عن مسألة علمانية أن هذه الأديان البديلة المقدمة سواء القومية أو الماركسية أو الليبرالية أن هذه أديان علمانية أو العلمانية دين، هذا لم يتصل بذلك، يعني هذا لم يترجم وأدركه ذلك، ما فيش اتصال، ما عندناش اتصال، نقطة اتصال واضحة، مع ان الاثنين تقريبا نفس الاركان اللي كان صنف هنا في الغربيين فكرة الدين العلماني. الاسلاميين كمان كانوا بيتحدثوا عن ان هذه العلمانية والافكار الايديولوجيات ليست ايديولوجيات انما هذه اديان مخالفة للدين الاسلامي. صحيح ان ده له منطلقات غير المنطلقات بتاع الدوت وله اهداف غير الاهداف بتاع الدوت، لكن في الاول في الاخر ما عندناش حاجة توضح ان دوت اتصل بده غير هنا غير النظرية النقدية. عندنا في النظرية النقدية صورة واضحة تم فيها نقل هذه المعارف او النظرية النقدية وظهرت بعد ان انتقلت هذه المعارف وعربت في الادب الاسلامي او الادب الاسلامي السياسي. فكرة نقد الدولة الحديثة ونقد العلمانية بأدوات علمانية لم تكن قبل دكتور عبد الوهاب المسيري واضحة بصورة على الأقل بين الإسلاميين، ممكن ما بين التيارات العلمانية بعضها البعض حتى لم تكن واضحة بصورة كبيرة، لكن في التيار الإسلامي تحديدا هنبدأ نرى هذا منذ نهاية التسعينيات، أي منذ الوقت الذي صعد فيه دكتور عبد الوهاب المسيري بتعريب النظرية النقدية. فبالتالي بغض النظر زي ما قلنا عن هذا الكلام، هذا النقد صواب أم خطأ، هذا النقد صواب كله أم خطأ كله، هذا خارج نطاق الكلام بتاعنا، لكن احنا بنتحدث هنا عن الكلام اللي بيقوله النقديين. ماذا يقول النقديون عن نظريتهم، الأركان التي قامت عليها النظرية؟ لو علمنا هذه الأركان وفهمناها جيدا سيمكن بسهولة إدراك لما حدثت بعض الانحرافات الكبيرة عند كثير من النقديين العرب الإسلاميين تحديدا. ما لماذا توجد انحرافات؟ لأن مسألة النقد في النظرية النقدية لا نهائية، هذه الأدوات التي امتلكتها وقائمة على نقد كل شيء سائد وعلى دوام النقد وعدم الرضا وعدم شرعنة الواقع، وأدوات النقد الأيديولوجي التي قدمتها النظرية النقدية هي أدوات قوية وتستطيع أن تنقد كنظريات شديدة القوة كالنظريات الليبرالية وما إلى ذلك من النظريات. هذه الأدوات كأنها سكين تستطيع أن سكين له حدين، يستطيع هذا السكين أن يطعنك وأن يطعنك كما يطعن الآخرين، وهذه هي مشكلة النظرية النقدية الرئيسية، أن أداة التأويل التي تمتلكها بجانب أداة النقد الأيديولوجي بجانب لا نهائية النقد تتسبب في أن الشخص بسهولة يمكن أن لا ينقد كل شيء. يعني رأينا هذا عند بعض الإخوة كان يتحدث عن الدولة الحديثة ومسألة تدخلها في المجتمع وكذا وكذا، فأنا في أحد المرات قلت له هذا الذي تقوله هذا الذي تذكره إن فعله أحد المسلم يمكن أن يستند في فعله إلى فعل سيدنا عمر بن الخطاب، وهناك أحداث حدثت في عهد عمر بن الخطاب في عهد الخلفاء الراشدين، هناك أحداث واضحة في جواز تدخل الدولة في مثل هذه الأمور. فماذا تقول، يعني ماذا تقول إذا قيل لك هذا؟ أنت تقول أن هذا استبداد واستبداد الدولة الحديثة وكذا. ليس كل شيء قال الدول المعاصرة مثل مفهوم السيادة مثلا، ليس كل شيء قامت به الدول المعاصرة بتنظيره ووضعه في الكتب معناه أن هذا الشيء لم يكن موجودا منذ القدم. الدولة هي الدولة منذ القدم، تغيرت بعض الأمور فيها. أنت لا يطيش سهمك أحيانا النقدي يطيش السهم
في أنه ينقض كل شيء، حتى بعض الأمور التي إن علم الإسلام جيدا وتعلمه جيدا يعلم أنها موجودة في الإسلام وأن لها أصل إسلامي وأنها لها أصل واقعي. البعض يتحدث عن مسائل في السيادة وفي سيادة الدولة وفي أمور في الدولة يقول أن هذه شمولية، هذا واحد اثنين ثلاثة، هذه كل الأمور هذه شمولية. عندما ترى هذه الأمور ترى أن هذه مستندة إلى الفقه ومستندة إلى الشريعة. لهذا النقد الذي يتغول في الشريعة ويتعمق في الشريعة بصورة أكبر ليس له إلا طريقين. الطريق الأول أنه ينقد هذه الشريعة، ليس له حل آخر، لأنه هذه الشريعة سيراها أنها تكبل من حرية الإنسان وتصنع عدم مساواة وتجذر هذا التفاوت بين المجتمع، بين التفاوت قائم على أساس ديني، لكن مجرد وجود التفاوت بالنسبة للنقد كارثة، النقد الحق. وإما سيضطر إلى صناعة تفرقة بين هذه الأدوات فيستخدمها مع أيديولوجيات ولا يرضى باستخدامها مع الإسلام. وفي هذه الحالة يمكن أن يهاجمه أي أحد ويقول له ها لماذا تستخدم هذه الأدوات معي مع الليبرالية أو مع الماركسية ولا تستخدمها مع الإسلام؟ هذه الأدوات إذا استخدمتها مع الإسلام ستفكك الطرح الذي تقوله. دلوقتي هنتحدث عن البعد الأول من هذه الأبعاد الثلاثة، البعد القيمي. البعد القيمي تحت عنوان نقد الخصوصية الثقافية والإقصاء الاجتماعي هو بيتحدث هنا أن الفكرة بتاعت ماركس هيبدأ يزودها، وهي مسألة أن نقد الدولة الحديثة كصورة أو شكل حصري والسليم للمجتمع السياسي. هو ماركس أول من تحدث بهذا الأمر في هذا الأمر بصورة كبيرة، وهو هياخدوا الفكرة دي منها وحيكون مهتمين قوي النقديين في حقل العلاقات الدولية بإظهار أن في معضلة أخلاقية بتحصل وفي سوء أخلاق بيحصل لما ارتبطت الدولة الحديثة. تحدثنا أولا عن أن هذه الدولة الحديثة هي النموذج القياسي والصحيح والشكل الوحيد المرغوب للمجتمع السياسي، وأخذنا هذا كمسلمة مبرهنة وهذا غير حقيقي. والحاجة الثانية تفاعل هذه الدولة مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي، هو دايما حيكون النقد برضو حيكون كتير قوي قائم على أولا نقد الدولة الحديثة، نقد هذه الصورة ونقد هذا الشكل، والحاجة الثانية نقد الرأسمالية ونقد تفاعل الدولة الحديثة مع الرأسمالية اللي تسببت في المصالح وفي إيذاء الآخرين. أول كتاب حيتحدث عنه أنه هو عرض فيه هذه الأفكار وبدأ يتحدث عن واحدة من أبرز المشاكل القيمية والفلسفية هو كتاب أندرو لينكليتر البشر والمواطنون اللي صدر في التسعينيات أوائل التسعينيات. وهذا الكتاب بيتحدث فيه أن المواطنين بسبب صورة الدولة الحديثة أصبح فيه حاجز ما بينهم الدولة القومية، الناس اللي عايشين في الدولة القومية دي بقوا بيضعوا حاجز بينهم بين الآخرين. ياريت الجزء اللي احنا هنيجي نشرحه هنا ملاش تتعامل معاه بمفهوم اسلامي، لان هو لم يكن يتعامل معاه بمفهوم اسلامي. دي ميزة وعيب الاسلام في هذا اللي حيجي كله، وهشرح ازاي. انت هتتكلم مع اندرو لينكليتر كواحد ليبرالي، هو يرى ان لما الانسان الناس اللي عايشين في دولة وارتبطوا بهذه الدولة الحديثة واصبحوا تابعين ليها وبقوا بيضعوا حدود، هذه الحدود الوهمية اللي بيضعوها مع الآخرين بقى في حاجة اسمها مواطن وآخر، وأصبح في الغالب بيفضل مصلحة المواطن على مصلحة الآخر مهما كانت هذه المصلحة ممكن تأذي الآخر، بل أحيانا كان ممكن يتم الاحتفاء بإزاء الآخر مدام الحاجة بتيجي في مصلحة هذا المواطن. هذه الصورة من تسببت فيها الشكل الدولة الحديثة القومية، دولة ويستفاليا. انت ممكن كاسلامي تنظر للامر من ناحيه ان ايوه احنا كمسلمين فعلا تم تفرقتنا، هقول لكم ليه ازاي جت الاسلمه وهذا التشابه ما بين النظريه لماذا يصلح استخدامها فعلا في اطار الكلام الاسلامي. هذا التشابه ان الدوله القوميه التي فرقت اولا على بناء على حدود وهميه وسياده وهميه مصنوعه، هذه السياده الوهميه المتخيله او المصنوعه
أصبحت والشعب والشعب المصنوع والقومية المصنوعة أصبحت بتخلي واحد جنبك في دولة مؤاخية ليك، دولة كانت لغاية من 400-500 سنة لا يوجد بينك وبينها أي اختلاف وانتوا اتنين دولة واحدة، أصبح هذا آخر، أصبح هذا عدو أحيانا، فأنت بتتمنى له الإيذاء، بتتمنى له أي حاجة، أنت بالنسبة لك بتقدم نفسك رقم واحد عليه. هو بالنسبة له كليبرالي لا، هو عايز ان في انسانية، صورة انسانية جامعة بين كافة الدول. هذا غير متحقق في صورة دولة وستفاليا، فانا لازم انقض دولة وستفاليا، الدولة الحديثة، الدولة القومية، لازم انقضها بهذا الشكل، ان هي من اول عوائق اللي بتتحدث عن تفرقة بين المجتمعات كافة. الكلام ده احنا ممكن تبص له كحاجه اسلاميه، تشوف ان ليه الاسلمه حصلت، ان انت بتبص انا كمسلم وهذا المسلم اللي موجود في ليبيا اللي احنا الاثنين كنا حاجه واحده لغايه من 150 سنه، ازاي اصبحنا احنا اثنين دولتين واصبح المناطق، بعض المناطق اللي كانت مشتركه اصبحوا اعداء. في من مطروح مثلا، مرسى مطروح والقبائل اللي فيها كانت تعامل كقبائل ليبيه، وان هذه المنطقه ليبيه، لا 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 يعني هذا انها لابد ان تقع تحت السياده القوميه، لكن هذه منطقه ليبيه بشكل عام. لماذا أصبح غزة كانت تعامل على أنها مصرية؟ كيف أصبح مثل هذا الأمر؟ أصبح هذا فلسطيني نتمنى موته، وهذا ليبي، وهذا مصري، هذه القبائل الموجودة في مرسى مطروح هذه مصرية، ولا بد أن تدافع عن مصريتها ضد العدو الليبي. هذا كله طبعا تصلح مثل هذه النظرية وهذه الانتقادات تصلح للاستخدام الإسلامي، لكنها في الأصل لم تكن صالحة للاستخدام الإسلامي، لأنها لا تتحدث عن تفرقة على أساس الدين، وإنما تتحدث التفرقة على أساس متوهم، لأن كل تفرقة قائمة بين البشر في أصل النظرية النقدية، كل تفرقة قائمة بين البشر هي تفرقة وهمية مصنوعة، فما ينفعش إن أنت تقول المسلم بس النصارى، المسلم الليبي أقرب إلي من النصراني المصري، هذا غير صحيح عند النظرية النقدية، بل هي ضد مثل هذا، لأن هذا أمور متوهمة متخيلة، هي لا تطلب منك أن أنت تكون المسلم الولاء والبراء على الإسلام، إنما الولاء والبراء على الإنسانية، وهذا وفي هذا الموضع تتفق تماما مع الليبرالية. طيب الفكرة دي لما لينكليتر تيجي تشوف الفكرة دي جبتها منين؟ الحقيقة ان لينكليتر الفكرة دي لما تيجي تشوف الجذور بتاعتها، فكرة المجتمع الانساني العالمي وكذا، هتلاقيها ان هي فكرة بيحاول يستعيد اللحظة المسيحية المثالية، اللحظة المسيحية الرواقية، فكرة دينية في الاصل، زي ما احنا بنقول فكرة الاسلام والدين الاسلامي الجامع، فكرة الولاء والبراء، انه بدل من ان يكون على دين الاديان، هو بالنسبة له الدين المسيحي، لا هو يكون على الانسانية. فهذه الفكرة قائمة يعني استقاها من هذا المصدر تحديدا، المصدر المسيح، الصورة من صور المسيحية التي تتحدث عن البشر كلها كلهم كإنسانية جمعاء ومثل هذا، هذه اللحظة يريد أن يستعيدها، بدلا من أن تكون مسيحية جمعاء لا وجود للأثر القومية فيها، لا يكون الدين بدلا من أن يكون الدين مسيحي أو الدين الإسلامي يكون الدين الإنساني. من الأفكار برضو المهمة اللي استند عليها لينكليتر في مثل هذا الكلام، مسألة الفكرة بتاعت روسو، إن لو جان جاك روسو، إن لو في مجموعة اعتبرت نفسها انضمام مجموعة من مواطنين الأفراد، انضموا لمجتمع معين مختلف وبيعتبروا نفسهم مختلفين عن البشرية بشيء رابط متوهم، فهؤلاء هذه المجموعة تعتبر عدوة لباقي البشر. المفروض إن الإنسان بيكون الرابط بينه وبين البشر يكون رابط إنساني، مجرد الإنسانية هذا هو الرابط الكافي. أما أن تضع ولاء وبراء لمجموعة معينة أنت تنسب نفسك إليها، فأنت بالتالي أصبحت عدو للبشرية وعدو للإنسانية بشكل عام. ده يفسر لك ليه ان ممكن تلاقي انتشرت الفكرة بتاعت ان حد يعتبر ان انت توالي على الاسلام، او تقول اللي هي حصلة في هذه الايام، ان تجد البعض يهاجم من يدعو فيقول اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فرأينا هذه الايام بعض يدعو الى اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين،
لا تقول المسلمين، لأن كل مجموعة إنسانية انفصلت بذات هذه الفكرة من روسو وقد أخذها النقديون، فكرة أن كل مجموعة متخيلة متوهمة تعتبر نفسها أنها مختلفة عن باقي البشر أصبحت عدوة للبشرية. برضو فكرة ماركس خد منه فكرة أن الفارق الدولة الحديثة بتعمل الفرق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، وهذا الفارق يتسبب في إيذاء البشر، وخد منه هذه الفكرة أن ما يكونش فيه مصلحة خاصة ومصلحة عامة ومصلحة قومية، وخد من كانت فكرة أن الحرب دي طول الانقسامات، ما دام في انقسامات في البشرية مستمرة هتظل هناك حرب مستمرة. ده هيؤدي لكلامه على ان كل رابطة سياسية حصرية بتتكلم عن مجتمع محدود هتؤدي لحروب. كل رابطة سياسية حصرية بتتحدث عن مجموعة معينة، هذه الرابطة قومية، هذه الرابطة دينية بين المسلمين بعضهم البعض، اي رابطة بتجمع جماعة من البشر لوحدهم يبقى هذه الرابطة ستؤدي الى حروب لا محالة، وهذه الحروب ستستمر وستصبح هذه الجماعة من البشر منقسمة ومخالفة للبشر. والحل الوحيد عشان نشيل هذه الحروب ان احنا نشيل هذه الرابطة، ما يبقاش في مجموعة من البشر مرتبطين ببعضهم البعض بهذه الصورة. فعشان كده هو العداء لمسألة الخصوصية الثقافية، انها تحدث عن خصوصية الدين الاسلامي الثقافية، خصوصية العرب الثقافية، خصوصية الدين المسيحي الثقافية، هو بينقض هذه الخصوصيات الثقافية عند النقديين وعند لينك ليتر. هو بيتحدث بما ان هو ده اللي بنتحدث عنه في الوقت ده، لان النقديين مظلة واسعة لمجموعة من الاراء كبيرة جدا، في منهم تحدث عن مسألة الثقافة وضرورة الثقافة، لكن احنا بنتحدث عن الحقل بتاعنا العلاقات الدولية خاصة دلوقتي. هو تحدث عن ان كل خصوصية، كل رابطة من البشر بينها ولاء وبراء وتتعامل مع نفسها على انها هوية مختلفة عن الاخرين، يبقى هذه المجموعة من البشر ستتسبب في الحروب. عشان كده كان نقد لينكليتر للدولة ونقد النقديين في العلاقات الدولية للدولة، مفهوم الدولة بالنسبة لهم هو بيقول ان في خصوصية لمجموعة من البشر، الدولة القومية الحديثة في خصوصية لمجموعة من البشر، وهذه المجموعة من البشر لما بتعمل نفسها هذه الخصوصية وبتشجع على الإقصاء الاجتماعي للآخر، فأصبح فيه إحنا وهم. المفروض النظرية النقدية قائمة على تحرر الإنسان مش تحرر مجموعة فقط من البشر. يبقى أنا برفض تماما إن أنا أقول في حاجة اسمها الفلسطينيين، لو أنا بهذه الصورة إن أنا عايز أحرر الفلسطينيين، لا، أنا مش بسعى لتحرير الفلسطينيين فقط، أنا بسعى لتحرير الإنسانية كلها. مفيش حاجة اسمها أصل خصوصية الفلسطينية، أصل خصوصية الكذا، لا، مش بتحدث عن هذا الشكل، أنا بتحدث عن صورة إنسانية. أنا عايز أحرر الفلسطينيين وعايز أحرر اليهود مع بعض، عايز أخليهم يكون مفيش حاجة اسمها جماعة اسمها الفلسطينيين وجماعة اسمها اليهود، لا، الجماعة الحقيقية هي الجماعة الإنسانية اللي البشر كلهم عايشين في سلام وأمان مع بعضهم البعض. يبقى أنا بشيل كل خصوصية ثقافية، خصوصية دينية من الجماعات وبعزلها عن هذه الجماعات عشان ما يبقاش في حاجة اسمها جماعات. هذه الجماعات بتشجع عليها دولة قومية، بتشجع عليها مفاهيم قومية عنصرية بيض والسود، مفاهيم دينية أو إثنية، كل ده أنا عايز أشيله تمام. فهنا مهاجمتهم النقديين لمفهوم الدولة بناء على هذا الأساس. طبعا زي ما قلنا مش كله، وهو ده هيبدأ يعرض آراء تانية، مش كله بيجتمع على هذا الأمر في النقديين، لا، في نقديين تانية بيقول لا، في خصوصيات ثقافية مهما عملنا ولابد أن نعترف بها كأمر واقع مش كحقيقة مطلقة. هو بيتحدثوا في هذا الأمر، هيقول لك وجود خصوصيات ثقافية لا يعني أن أنا لما أعترف بها لا يعني أن أنا بقول أن مفيش حاجة اسمها إنسانية جمعاء، لا، أنا بعترف بها في إطار التنوع، وده موجود في الفكر الليبرالي بشكل عام بينقسم، أظن عرضناه في لما عرضنا النظرية الليبرالية في العلاقات الدولية. الفكر الليبرالي بشكل عام بيختلف
ما بين مدرستين كبار قوي. المدرسه الاولى ان الانسانيه الجمعاء هي الدين وهي المطلق، وما فيش حاجه اسمها ثقافات المفروض طبقه، المفروض كل الانسانيه تبقى الثقافه بتاعتها ثقافه واحده، واللي هو الفكر اللي بيدعو للعولمه وما الى ذلك. وفي فكر تاني اللي هو التعدديه او التنوع، يمكن عرضناه حتى في لما جينا عرضنا فصل التعدديه من كتاب مدخل الى الايديولوجيات السياسيه. الفكر الثاني ده في الليبراليه يقول لك لا، في ثقافات كثيره، والليبراليه قائمه على ان في مشتركات انسانيه قليله. هذه المشتركات الانسانيه القليله اللي احنا نقدر نجمعها كثيره، مش قليله، كثيره، بس لما تيجي تشوفها جنب اللي موجوده في البشر، الطبائع الموجوده في البشر والثقافات هتبقى قليله. فيقول لك احنا نحافظ على المشترك الانساني الجامع ونعترف بباقي الثقافات الكثيره الموجوده عند البشر. فالرايين دول الأثر بتاعهم موجود في النظرية النقدية. النظرية النقدية هي نظرية ليبرالية أولا وأخيرا، وصحيح إن هي ماركسية وكذا وكذا، لكن حتى الماركسية هي بتدعو للتحرر، هي نوع من أنواع الليبرالية من حيث إن هي بتدعو للتحرر وتشارك معها في مثل هذا. لكن الليبرالية تتميز بمميزات ومجموعة من الصفات اختلفت يعني عن الماركسية في هذا، أو الاشتراكية، مسألة السوق ورأس المال إنما في الأمور الفلسفية في الحرية الاجتماعية الاثنين يعتبروا الليبراليات، هي نظريات تنويرية بشكل عام. فهي أفادت في إيه النظرية النقدية هنا؟ يقول لك هي أفادت في إن قبل النظرية النقدية كان ما بيتمش التشكيك في الدولة الأمة النيشن ستيت بصورة كبيرة في هذا الحقل، في حقل العلاقات الدولية. ما كانش حاجة ممكن حد يناقشها، المسألة الدولة الأمة دي النيشن ستيت أو الدولة القومية، هل دي كان حد بيناقشها بصورة كبيرة؟ هل إن هي صورة صحيحة من صور الاجتماع السياسي؟ ما كانش حد بيناقشها، هي دي صورة وصورة بهذه الشكل وكذا. النقدية فتحت الباب لهذا الأمر، إن مسألة الدولة الأمة الدولة القومية لا، مش هي الصورة الصحيحة السليمة اللي محدش عايز يناقشها. فتحت هذا النقاش وفتحت هذه الجدالات. نهاية هذا الجزء، هذا الجانب، هيقول لك ان يتفق في ايه اللي بيقوله زي لينكليتر، ان كل هوية ثقافية وكل خصوصية ثقافية هي شر ولا بد ان يزال، والتانيين اللي بيقولوا لا، الخصوصيات الثقافية موجودة ودي امر خلاص يعني ايه لازم نعترف بيه، ولازم نعترف بالفلسطينيين دول حاجة واليهود حاجة عشان نقدر نعمل سلام ما بينهم، مفيش مشكلة. هما الاثنين بيتفقوا في ان هذه الخصوصيات الثقافية مصنوعة مش حتميات، فما تقعدش تتحدث عن الفارق بين المسلم والمسيحي ان هذه حتمية، الفارق بين الفلسطيني وغير الفلسطيني ان هذه حتمية، هذه كلها هويات متخيلة مصنوعة، هويات قومية، هويات دينية، هويات ثقافية، هذه هويات مصنوعة. بيتفقوا في هذا. التعامل مع هذه الهويات ازاي؟ انا هعترف بها ولا هسعى في ازالتها؟ ده فرع عن التعامل الليبرالي نفسه. لما نتحدث عن هنا عن اثر هذا الامر على الدوله القوميه ورؤيته، بيتفقوا الاثنين بقى في هذا المساله، ان الدوله القوميه المفروض نكون اقل ايمانا بها. هما يتفقوا في ده ليه؟ ما قلنا بيتفقوا في مساله ان انت المفروض ما تبقاش دوغمائي متعصب لجماعه. دوله قوميه هما بيجيبوا طبعا دوله قوميه كالشكل السائد اللي موجود في كافه الدول العالم حاليا، لكن الشكل السياسي الأسمى والسائد. لكن لما تيجي تشوفهم هم لا يتحدثوا فقط عن الدولة القومية، عن أي جماعة متخيلة، هذه الجماعة سواء عرقية أو دينية أو أيديولوجية أو قومية سياسية، هم بيتكلموا عن كل ده. ما تبقاش تتحدث عن هذه الجماعة القومية ان انت تقول انا مصري وتتشدد وتتشنج قوي ان انت مصري والاخر دوت عدو وحاجات زي كده، لا، لازم تعرف ان هذه الرابطة متخيلة. ان انا مسلم والاخر نصراني او مسيحي، لا، لازم تعرف ان هذه رابطة متخيلة. انتوا الاثنين المفروض ما تبقاش متعصب قوي للدين بتاعك كده، ولا تبقى شايف الدين الصح والحقيقي، لا، يعني المفروض يبقى الدنيا فيها انفتاح بصورة اكبر و أريحية في التعامل مع الآخر بصورة أكثر. كده نكون انتهينا من الحلقة الثالثة، وبإذن الله في الحلقة القادمة هنتحدث عن البعدين الباقيين في الدولة في النظرية النقدية، وإن شاء الله إن شاء الله تكون الحلقة الأخيرة بإذن الله. أدعو الجميع طبعا إن هو يتبرع لمؤسسة المرسال لرعاية مرضى الكورونا،
واللي بيحب يدعم القناة بأي صورة موجود هحط تحت في الفيديو لينك الباتريون ولينك الباي بال. طبعا المعتاد سبسكرايب ولايك وشير والحاجات اللي بيقولوها الكل دي. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.